كيشوف ورا موجودين وملي كالخازون تنقعو تكبرق عاون الدولة عاود يطلعو مزيرنا على المشاكل خور كيخرجك على ثلاثة الساعات وانت خاصك دابا أربعة الساعات ولا خمسة الساعات الطريق هو ما كيحلكش بيها والمخزن كيحسن تعملو أربعة الساعات وجوج ساعة على الأرض والمهم الأسرة ما مسوقة فينا بالخصوص الأسرة بعدك ما كتشوفوش الأسرة بعد الغالبية سيمانة تشوفك واحد الساعة ولا ساعة ديال شحال عندك ديال الوليدات عندي جوج الله يخليهم نعم ملي كتدخلوا ملي كتشدوا الطريق كتدخلوا المدينة ما كتلقاوش مشاكل مع صحاب السيارات مشاكل كثيرة مع صحاب السيارة السيارة كيجي قدامك ما يبغيش يزيد كيقول له عقله بحال السيارة بحال الكاميو تقدرش تفراني عليه غادي تدخل فيه سلام وعانة مع الحديد الصغير كيفاش تتعامل معاه؟ كيعطيو نص صبار بزاف الحالات اللي هي لا يمتنع اسمح لي نعم كانوا عندك اصدقاء اللي تاهما في نفس المهنه ديالك الله يرحمهم في هذا المرض نعم يمكن لك تعاودنا شي حالات وكيفاش كتحس الاسر ديالهم حاليا بعد وفاه رب الاسره الحالات وقعوا لنا بزاف السيد مشات له غابلو في الطريق وقف غادي يحيدها داز مع السيد قطعوا دابا لان ما عرفوش شكون هو اللي قام بهذا الفعل وقتاش وقع الشيء هادي تبرمت كيفاش الاسره كيفاش الاسره ديالو واش عندك شي تواصل مع الاسره واش كتواصل معاهم كتدوي معاهم كيفاش الحاله ديالهم كيفاش كيعيشوا من بعد الحفله ما عندهم لا يديروا خامسه ورا السيد صافي مقطع داز بالليل مع السيد قلت له قطعوا مسافرين واش الطريق كتعرضوا للسرقه كتعرضوا للسرقه ربما انت شحال من خطره اللي تعرفتي ما تسرقتي ولكن كاين اصدقاء اللي حطوا لي بغاو يسرقوني وقفت ورجعت داكشي اللي داو لي فهمتي يعني في القنيطره في البياج وقفت في القنيطره مشيت للدينامو ديال الضو وقفت في القنيطره يعني الضو ما عنديش بقيت اون بوان تما نعس حتى الناس بقاو كيسرقوني تما في السلوطو شحال تقريبا تقد تشد الطريقه شي اسمع ملي كتكون جايب السلعه ديالك كتجي جاي من داخل كازا شحال تقريبا ديال الوقت شحال هادي شحال ديال الوقت باش كت ودابا حنا كنديرو تيطور الدار البيضاء عندنا 6 ساعات ديالها هادي مفروضة عليك خاصك 6 ساعات ما تفوتوها 6 ساعات ضروري خاصك تضرب 6 ساعات إلا وقفتي عاود راك عارف إلا كنت تسيي تضرب سلعتو ما غاتوقفش دابا أنت على كيما شفنا دابا منك شي فور وفي نفس الوقت كطلع الكاميو كتريسكي براسك بغينا تبارك الله كيقد يلحق العلو حتى 5 متر ولا 4 متر وتشارجي وتعاود تزيد تشد الطريق كيفاش كتشوف التمارة اللي كتبدل واش الناس واش الناس واش الناس عارفه بحق هذا الشيء ولا لا في اسمح لنا لا الناس والو ما عرفاش الناس دوي مع الناس حنا بغينا كنا بغينا تشرح الناس نعم انا ديك اخي اسمح لنا دابا اش نقول لك انا دازت لي بيك دابا كنصرجي بيدي كنستلم هاد السلعه علاش هاد السلعه واخا نجيب شي خدام ما غيعرفش يستلم السلعه باش فهمتيني وهاد موليها ما كي يعني كيصيفط لك الكازا غتصرجي السلعه ديالو كيقول لك غنمشي عند الكليان بحال هكا وغتجبر الخدامه ديالو غيصرجي لك ملي كتجينا ما كتلقاش لي غيصرجي ما كتبقى تشارجي بالكيلو ولا شحال من الطن
يقول لك الطولوج على حسب الكمية. تقريبا حددنا شي واحد الرقم تقريبا كتكون السلعه ثقيله كتقدر توصل حتى 20 طن هذيك الكمية. الا كانت الخفر انت كتعرف كتبقى طالع بالسلعه حتى 5 متر ديال الحلو حتى كتضرب في القناطه الفوق ديما كتضرب السلعه في القناطه الكمية ديما كتضرب في القناطه كيقول لك وفراني واش غتفراني كتكمي غتفراني في القناطه غيطيح الارض غيطيح الارض غادي يقطع ويزيد. وكاين بنادم اللي كيجيك القانون كاين بنادم اللي ما كيصرفش القانون كيجي عنده خط يبقى كيعلي بزاف. والطوناج كذلك عاود كتجبر دابا الطوناج اخو كيمشي كيصرفش 20 طون بالكاميو في الوراق ديالو ولا 14 طون كتجي تبقى الماز كتلقاه غالي كتمشي للطريق كتلقاه كطيح لك السيارة بزاف. دابا انا كندير تطوان الدار اللي خاصني 600 درهم ديال الطريق وخاصني 2000 درهم ديال المازور واش غناكل انا والكري انت كتشوف كنتي كتصرجي 1800 درهم يعني ما كتلعب على واحد 500 درهم الي والروتر كتلعب على واحد 500 درهم كنضرب راسي في العام كنجبر 24 مليون عاطين الدوله ديال المازور انا ما شاطني والو في 24 مليون كامله دات الدوله طارق الصير كذلك. الاخطاء اللي كتعيشوها اخي يعني الاخطاء اللي كنعيشوها حنا كاملين كنعيشوها في الخطا. وريتين دابا ملي توريتينا ديال عندك الباربريز ديال بعدا ديال الكاميو بعدا مضروب باربريز هذاك اسيدي ضربوني تما بالليل غادي بخميس الساحل ضربوني بحجره الا تقديت مع العاقبه يضربوني بحجره حفظني الله جوج حجرات وحده جاتني من الجنب وحده جاتني في الجهه ديال الفراغ حفظني الله. على سلامتك على سلامتك الله يرحم لك الوالدين. على سلامتك حفظني الله من ديك الحجره كدخلت عليا وكاين الناس دخلت عليهم كاين جا فيهم حجره دخلت عليهم كاين دري العام معانا هنايا جات عندو بجيتو هنايا بالضرب مازال الطريق هادي هنايا في السبيت كيضربوا على الناس الحجار هاد الطريق لوطور الجديده اللي داروها حتى هي كيضربوا على الناس الحجار زيد بحالك من الموليبوس اللي حتى هي كيضربوا الحجار العريش اللي حتى هي كيضربوا الحجار المهم المعاناه بزاف عندنا حنايا معاناه كندخلوا للمدينه وما كتبغيش حتى بيت سباسوني وقع تدخل عند كليان صارجي تهضر مع شي واحد يسب فيك ما عندناش قيمه مع هاد صحاب الطوموبيلات الصغار كيحضرونا بزاف عندناش صحاب الطوموبيلات الصغار ما عرفتش الكلمه ديالكم علاش غير الا ما شافوش المعاناه ديالكم حنا هنايا بغينا نوصلوا المعاناه ديالكم باش نوصلوا صحاب السيارات هاد صحاب السيارات اللي كانوا في الصباح كيلقى المحل كيجري كما قلنا عامر لا المواد ديال التربيه ولا ديال التدريب المواد الاساسيه كلها كيبقى عندكم انتوما كتعتبروا العمود الاقتصادي ديال البلاد حنا بغينا هاد المواطن يحافظ على حقه هاد الشيء اللي شفنا دابا كندير مع الحاله الدار جات كتواصل معاكم باش توصل المشكل ديالكم الناس المسؤولين اللي يشوفوا بحالكم ونتمنوا ان يكون كل خير في الاسلام ونطلبوا الله خير. دابا حنا صغرتينا كما قلتي بهذا الشيء هذا راه عندنا مشاكل معاهم بزاف عاد كيف الصغير ما كيقدرناش ما كيعترف لينا كيقولوا عاقد سالا هاد الناس حنا ماشي قد تالا حنا مولين مليون كنخدمو على قصار عندنا جوج قصار ماشي على قصار تسمي بالوقت خاصكم توصلوا السلعة توصلوا في الوقت خاصنا نوصلوا السلعة في الوقت هذا بالنسبة غنمشي لكي الخضرة ولا غنكي الحط تحضرها في الوقت. وشنو كتلو مال صحاب السيارات شنو المطلب ديالك مال صحاب السيارات السيارة ما كيقدركش يجي قدامك الفراني لك الهبطة يعني تقتلو ما يمكن لك بزاف ديال المعاناة عندنا مع التحديد الصغير صراحة ربي المعاناة بزاف ما كيقدروش هذا الكلمة كيحسبوها قبل قاتل ما كيحسبوش هذا الانسان وكيجي الموت كيما قلتي للناس وكيوصل المسائل في شي مولي هادو كيحاسبوهم بحال اللي راه معقد فهذا كيحلو عين الله هاد الناس راه ماشي قتال هاد الناس الحمد لله راه عندهم عائلة وعندهم وكيباتو فايقين عليهم هما على هاد صحاب السيارة ملي غايفيق الصباح غايجبر الحوت في الباب ديال الدار غايجبر مطيشة في الباب ديال الدار غايجبر الزيت في الباب ديال الدار وهاد الناس ما مقدرينش هاد الناس هادو ما نهائيين نتمنوا ان الرساله توصل للناس نتمنوا اخي زيد توصل الرساله للناس نتمنوا يكون شي حاجه جديده معنا الحكم ان شاء الله انا راه محكورين مع الناس هذه لا مع الكليين اللي غيكري لا المعاناه تبع الطريق تبع المقصود لا المعاناه تبع الصفاره لا المعاناه في غاد ستاسيوني وتصارج هاد السلعه مع واحد اخر يعني كامله محكومه حنا كنسدو هاد الخدمه ما كنعجوش كاع كان بات غادي فايق حتى كنوصل للبلاصه ديال مواليها وكيبقى واقف حتى يخويها. كتبني صرا ما عرفتيش بانك راه شاد الطريق وسهران ربما ما ناعش. ما غيعرفك شكون غيعرفك يعرفك الله اللي خلق هو اللي غادي يعرفك اما الناس غادي يعرفك. الناس كتسمى صبحتي لهم السلعه في الباب صافي كيعرف غيبيع السلعه الله يبارك ما غيفكرش فيا انايا واش بيت شاي واش بيت قنطار واش ما مغديش واش ما معشيش ما مسوقينش لينا حنا هذا القطاع هذا حسبوه مهمش.
كيقطع لها بمش ما مسوقين لوش لانه كان يساعدوا 10 ضرب الناس بشكل تحديد وبقات غاديه كتسرق ولفت. وحنا راه عندنا قوانين ديالنا، عندنا كلشي ديالنا، راه هي كتبقي معنا شي بلا حوايج في العالم. فهمتيني عندنا صوائر تمشي تجمع لك فيها عندنا الصوائر ديال الشاحنه، راه انا ما يبقاليش اللي كدير لي الدوله بهذا الشيء. انا كنمشي نضرب حساب المطور كنخلص 600 درهم غادي نروح من هنا على الكيفون. كنضرب حساب المازوط عندي 2500 درهم. انا شحال غادي نتكري مع المواطن؟ المنافسه حتى هي كاينه في السوق. كنت غادي نتكري معاه ب 3000 درهم. اشرح لينا حنا بغيناك تشرح لنا كل شيء. المنافسه شنو نقول لك؟ الدوله تلقى الكريديات. دابا كون كتجبرو مزير غنخدم بالليكيد. انا عندي كريدي ما يمكن ليش نوقع. شي كريه باش غنجبرها باش غتعوض لي شي حاجه ما كاينه. الكليان هذاك يهود على هذا، هذا العام كنخدم مع هذا، العام الجاي ما غنخدمش معاه، غير شي واحد اخر غادي يخدم معاه بقاس. غنهود معاه 3000 درهم، غير شي واحد اخر غيهود معاه 2000 درهم. خاصك تصبر بهذا المشكل هذا، هذا المشكل هذا راه كبير. شكرا اخي سمعان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.